وجهت عائلة شهداء انتفاضة تشرين وجرحاها ومغيبيها دعوة إلى العراقيين وأصحاب الضمير الحي بالتظاهر يوم الثلاثاء المقبل الأول من تشرين الأول في ساحة التحرير وسط بغداد أحياء لذكرى الانتفاضة. دعوكم عوائل شهداءكم وجرحاكم ومغيبيكم وكل حسب مشاربه إلى الحضور في ساحة التحرير يوم 1/10/2024 للمشاركة في إيصال صوت الحق وهو صوت شعبكم لهذه السلطة والتي يوما بعد يوم تتوغل في طغيانها وفسادها مستمدين قوتنا من الله عز وجل ودماءكم التي سفكت ومتسلحين بسلاحنا الذي حافظنا عليه وهو السلمية. ومن هنا نحذر الذين يريدون أن يستغلوا ثوابت ثورتنا والتي صنعت بأيادي ودماء عراقية طاهرة بأننا سنكون لهم بالمرصاد وكشف مبتغاهم سواء كانوا من الداخل العراقي أو الخارج، معززين بذلك الجانب الأمني لبلدنا وشعبنا العريق.